لايكس عشان نوصل لأكبر عدد ممكن ونبدأ اللايف. شكرا لكل حد عم بكبس، يلا عشان نوصل لأكبر أعداد ونبدأ اللايف تبع اليوم. بدي الكاسة. أهلا أهلا. جوري تل إيش عم ما منرد على إيش على الواتساب؟ انت ابعتي لي هاي هلا على الواتساب، مرحبا، ابعتي لي مرحبا على الواتساب عشان اخليها دغري تشوف. هلا في وحده رح تبعت لك مرحبا على الواتساب بدها تسالك إيش عن السبلمنتس، هي قلت لهم عشان بيجي كثير الاف المسجات فمش كله بيلحق يجاوبكم عليهم. كيفكم؟ يلا هيني رح اقعد. شو اخباركم اليوم؟ ان شاء الله الكل تمام. اليوم رح نحكي عن سكر الدم. مهند اهلا يا مهند وشكرا. سكر الدم اللي هو اصلا لكل حدا، مش بس للناس اللي عندهم سكري، مش بس للناس اللي عندهم مقاومه انسولين، مش بس للناس اللي عندهم خربشه بالهرمونات وتكيس موايد، لكل حدا، للصحي والغير صحي، واللي عنده مشاكل واللي ما عنده مشاكل، كل حدا رح يستفيد من الموضوع اللي رح نحكي فيه اليوم بشكل عام عن السكر وشو بيعمل بجسمنا وكيف ممكن نحنا نتحكم بشهيتنا عن طريق انه شغلات بسيطه نعملها. بدنا نفهم شو السكر بيعمل فينا، والسكر لما نحكي سكر ما عم نحكي السكر اللي موجود ب بس السكر والحلو والشوكولاته والحلويات، عم نحكي عن السكر اللي لما تاكلوا لقمه خبز او لما تاكلوا مجدره او تاكلوا عدس او تاكلوا معكرونه او تاكلوا بطاطا او فواكه، اي نشويات بنتناولها شو بيصير بجسمنا. هلا بجسم الانسان تقريبا في 5 لتر دم مسموح يكون فيهم 4 ل 5 جرامات سكر بال 5 لتر دم، معلقه صغيره من السكر بحاول الجسم دائما يحافظ فيها بال 5 لتر دم اللي موجودين بجسمنا. واي حدا عنده سكري معناته نحن مو قادرين نحافظ على هالقد سكر بكل جسمنا. فشو بيصير؟ بصير الجسم السكر فيه عالي، بده يفرز انسولين عشان يتخلص منه، الجسم ما عم بتجاوب مع الانسولين. كمية السكر لازم تضلها دائما بمقدار 5 جرام، يعني معلقة صغيرة سكر فقط في جسمنا. لما الجسم يبطل قادر يتخلص من هاي الكمية من السكر بتبدأ مضاعفات السكري، بتبدأ عنا خربشة الهرمونات، وبيبدأ الجسم يضل حاسس دائما بالجوع عشان كل الإشارات اللي بتيجي من أمعائنا من معدتنا لدماغنا إنه نحن طول الوقت جوعانين بسبب الخلل الهرموني اللي عم بيصير بسبب تناول كميات عالية من السكر. وبرجع بقول السكر مش بس القطر والحلويات والشوكولاتة والكنافة، السكر اللي بنحكي عنه كل إشي نشويات رح تاكلوه رح جسمنا رح ياخده، بالنهاية رح يصير جلوكوز بدمكم. 5 لتر دم جسمنا بيحاول يحافظ على 4 إلى 5 جرامات السكر ماكسيمم يكونوا موجودين بكل فترة من الفترات. بس إحنا كل ما ناكل، أكلنا خبز الصبح، أكلنا فواكه، أكلنا رز، أكلنا بطاطا، أكلنا شربنا عصير حتى لو طازج وفراش، نحن عم نرفع السكر بدمنا. فالجسم بده يفرز الانسولين عشان يتخلص من كميات السكر المرتفعة بدم، بده يرجعهم لمكعب واحد فقط، بده يرجعهم لمكعب واحد فقط. فشغل كتير بده يضله شغال، وكل ما تاكلوا برجع الجسم بضل يشتغل يحاول يرجع لمكعب واحد. فانتوا عم بتخرب، يعني عم بتهلكوا جسمكم، عم تتعبوه. كل السكر اللي رح يضبه الجسم بعضلاتنا رح يضب شوي كمصادر للطاقة بالكبد، بس الباقي رح يحوله لدهون ويوزعه داخل جسمكم، سواء دهون حشوية على الأعضاء الداخلية أو دهون على الكلى والكبد والأعضاء الداخلية، يعني رح يتكوم هون بالأحشاء أو رح يضله كدهون خارجية تحت الجلد. فأي إشي زيادة عن اللي عم نحرقه هيك رح يصير فيه.
بعد فترة الجسم ببطل يتجاوب مع الإنسولين وبطل يضب هذا السكر، فبصير في عنا مقاومة الإنسولين اللي 3/4 الشعب الصغار وكبار عم بيعانوا منها، أو بصير بعدين بمراحل متقدمة بعد كم من سنة السكري. فالموضوع ما بنحل بالأدوية، الموضوع بنحل هون إنه أنتوا تفهموا شو عم بصير جوا جسمكم عشان تقدروا تتعاملوا مع هاي الشغلات، ما توقعوا بالفخ اللي يصير جسمكم بس عم بطلب سكر ومدمنين على السكر، وتفكروا إنه أنتوا رح تدوخوا ورح تتعبوا إذا ما أكلتوا إشي فيه حلو وسكر، بتكونوا بس عم بتخربوا جسمكم. كل الحكي اللي عم نحكيه عشان دير بالنا من الأمراض، نقاوم الأمراض، الأمراض الأيض والأمراض المشاكل الصحية اللي عم بيعاني منها كتير من الناس هلأ، شكراً أنا، عشان ضلنا نعيش حياة صحية أكتر، ما نعاني من أمراض ومشاكل صحية كتير، وندير بالنا على صحتنا وعلى جسمنا وعلى الدهون، ونضلنا جسمنا أصغر وما يهرم بسرعة عشان نعيش حياة صحية أكثر. شو منقدر نعمل غير عن إنه أنا أقلل كميات النشويات اللي بدي أكلها بوجبتي؟ يعني ما عم بقول إنه تموتوا من الجوع، بس إنه أنا بحط كاسة الرز، كوب من الرز، لما أسكب الرز بحط كوب من الرز، ما بحط نص الطنجرة، بقسم فواكتي خلال النهار باكلهم بطريقة صح، ما باكل جلط فواكه هيك المساء، وأنا إحنا بناكل عشان نحصل على الطاقة، فإنتوا المساء وإنتوا قاعدين وكمان شوي رح تروحوا تناموا، مو ضروري أكل جلط فواكه مليان أو حلويات قبل ما أروح على النوم، عشان كله وإنتوا نايمين رح يتحول لدهون على الأعضاء الداخلية، لدهون خارجية، رح يخلي جسمكم يطلب السكر أكتر، ويصير فيه إشارات دائما طالعة للدماغ إنه نحنا جوعانين ومحتاجين لكميات أكبر من السكر. طيب شو بقدر أعمل غير عن إنه أخفف كميات السكر اللي بتناولها؟ انتبهوا منيح ويلا نكبس على الصفحة عشان نوصل لأكبر عدد ممكن. محمد، أنا بالنسبة لحرق الدهون بحب لين مود والكرياتين بحبه، بس اللين مود طبعاً رح يساعدك كتير، موجود على الرابط على صفحتي، بتقدر تطلبه من الرابط. لحظة شوي، شو لحظة لحظة، مين هذا؟ لحظة لحظة، منذر عابد، الرجيم لو في خير ما تسمى الشيطان بالرجيم، لا تردوا كلوا حتى التخمة. يعني هاي أكتر مسج بتضحك، يعني شفتها على بكل تاريخ حياتي، يعني مش نحن الناس المتخلفين ما منحبهم عند الصفحة عندي، فلو سمحت تفضل برا عن جد. يعني قال الرجيم لو في خير ما تسمى الشيطان بالرجيم، أوه ماي جود، لا 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 لا، حدا يجاوبه هذا الأستاذ اللي عندنا، ما بعرف من وين هو طالع لي، بس بليز اطلع من الصفحة، ما بحب أنا هيك هدول العالم. طيب يلا هلا شو بدنا نعمل عشان إيش نعمل إيش نعمل؟ الرجيم صار الشيطان الرجيم، يلا تعلموا تعلموا منه، هذا عالم من العلماء ما شاء الله. طيب هلأ كيف أنا بقدر غير عن أنه أنا أقلل السكر والنشويات بأكلي، أسيطر على السكر عشان ما أجوع، عشان ما أمرض، عشان أقدر أصغر بالعمر، عشان ما يصيبني مشاكل هرمونات وخربشة هرمونات ومشاكل صحية، وأضلني دائما نشيط وما عندي كسل وتخمة وخمول، أوكي؟ شو بقدر أعمل؟ بقدر أزيد الألياف بأكلي، يعني بقدر أكل صحن ملوخية مع الغداء، بقدر أكل صحن بامية، بقدر أكل صحن سبانخ، بقدر أكل خضار، ورقيات، صحن شوربة غني بالخضرة الغنية شكراً شكراً العناية بالبشرة. لازم أخذ الجهس مرة بما أنك عناية بالبشرة، عشان نحن دائما نضلنا نحكي عن صحة الأكل من جوا كيف بتفيد بشرتنا. طيب شو بقدر أعمل؟ إشي بقدر أزيده، بدي أزيد الألياف. ما بدكم تحطوا ألياف بأكلكم، أو ما بدكم تاكلوا صحن سلطة كبير أو شوربة مع الأكل، أو بدكم تاخدوهم بس بدكم تضيفوا وتزيدوا من الفعالية تبعت تخفيض معدلات السكر بالدم. بجيب الألياف خارجية، يعني باخدها عن طريق يا كبسولات، فبزيد الألياف بدون ما أكل، باخدهم كإشي طبيعي كألياف بأكلي عن طريق الكبسولات، زي كبسولات السيليوم هاسك، ألياف بذور القاطونة، ممكن يجوا فرط أو يجوا عن طريق الكبسولات. فأنا ممكن أخذ 3 حبات سيليوم هاسك مع كاسة مي كبيرة عشان
شو يصير عندي؟ هاي المعدة، طلنا المعدة عشان الألياف لما أخذهم ثلاث حبات مع كاسة مي كبيرة بنفشوا جوا معدتي وبيغطوا لي هذا الجزء، بيعبوا هذا الجزء، بيعبوا هذا الجزء، فبتحسوا أكتر بالشبع زي اللي قاصص معدته. هم لما يقصوا المعدة بيقصوا هذا الجزء، إحنا رح نعبيه بالألياف بالصحة مش بالقصقصة والإجرام والمجزرة. طيب شو رح أعمل بعدين؟ الألياف شو رح تعمل؟ رح تشبعنا، رح تمشيلنا أمعائنا، رح تخلصنا من إذا في إمساك بتخلصنا من الإمساك، إذا في إسهال بتخلصنا من الإسهال، عشان هي ألياف رح تمتص المي الزيادة اللي بتعمل إسهال، أو رح تمشي المعدة اللي في إمساك، وبنفس الوقت رح تخفض لي ارتفاع معدلات السكر بالدم. يعني إذا أكلت أنا هدول الوجبة اللي أعطتني أربع معدلات مربعات سكر، بدل ما يطلع السكر لهون رح يطلعه لهون عشان وجود الألياف، رح تمسك السكر هذا وتنزله وما ترفعه بالدم كتير، وما ينرفع بالمقابل كميات عالية من الإنسولين، اللي هو الإنسولين هو الهرمون اللي راح يخزن لي دهون بجسمي ويمنع حرق الدهون ونزول الدهون، فبخفف من الإنسولين، بزيد من تجاوب جسمي للإنسولين، بساعده بأنه ما يرتفع السكر كتير فما ينفرز إنسولين كتير، فعن طريق تناول الألياف. فأول طريقة باخده عن طريق الكبسولات. طبعا كل إشي بحكي فيه على الرابط هون هو عبارة عن موجودين المنتجات كلها بالرابط تحت اسمي على الصفحة الرئيسية، إذا بدكم ترجعوا تشوفوا الصورة تشوفوا من أول لجديد تقرأوا عنهم، موجودين تقدروا كمان تطلبوهم من روابط، فموفرت لكم كل شيء. طيب لا يا عبد الله أنا ما بحب المنجارو بالمرة، هدول الإبر هلأ برفوع عليهم قضايا كيف عم بيشلوا المعدة. في ناس عم هم ببطئوا إخلاء المعدة من الأكل، وبالتالي مرات عم بي عند بعض الناس بتنشل المعدة وبتبطل تشتغل. تخيلوا يعني كيف واحد بيعمل هيك بجسمه، يعني هاي من الأعراض هلأ عم رفوع عليهم قضايا اقرأوا عنها، غير عن سرطانات الغدة سرطانات البنكرياس. طيب طريقة تانية لأخذ الألياف هي باخدها عن طريق البودرة، يعني مو ضروري هو أكل، هذا أكل ألياف يعني ما بتأذي جسم بالمرة، شكراً قلب السعودية. طيب عشان أعبي معدتي شو بدي أعمل؟ باخد الألياف يا كبسولات يا باخدها عن طريق أوكي البودرة، عصير بيجي على شكل عصير بكتير من البلدان موجود، وبعمان موجود هون عندنا بالأردن بالصيدلية، تقدر تطلبوه من أي مكان بالمتاجر، يعني محلات الأكل عند الأكل الصحي موجود الألياف الفرط. هذا اللي عندنا إياه هون نحن بعمان عندنا إياه بنكهة البردقان، تقدر تجيبوا بأي نكهة بدكم إياها، بس متوفر كمان بدون نكهات وبتقدروا تحصلوا عليه. شكرا تي دي تي، شكرا لك. طيب الألياف أنا ممكن أخذها فرط، ممكن أخذها عن طريق الكبسولات. شو بعمل؟ بيعبي لي جزء من البعدة، بشبع أكتر، بنزل من ارتفاع، بخفض من ارتفاع معدلات السكر بالدم، فبينزل لي ارتفاع السكر بالدم، فبينظم لي الحرق والجوع والشراهة على السكر والحلويات. أوكي؟ شوفوا هون شو عم بيصير معي، عم بتخن شوي. الألياف هي رح تاخد حجم كبير بأمعائنا، شوفوا هاي كلها رح تعبي لي أمعائي معدتي. فشو بيصير؟ بدل ما أنا أروح أقص المعدة أنا بعبيها بس بإشي مفيد وصحي، إشي من الأكل. طيب يلا نشوف، كله بزبط لتكيس المبايض كمان. محمد والله رح أعمل حلقة عن زيادة الوزن، والله يمكن أنا نزلت على فكرة بس مش حلقة لايف، بس تعرف شو يعني يمكن خمسة باللايف كلهم مهتمين بزيادة الوزن فبضل ما في تفاعل. شكراً كيو ايت، بس رح أعملكم، والله رح أعملكم. أي حدا بده أشياء خصوصي لإله اشتركوا بالنجمة هون، إذا بتشتركوا بالنجمة بصير يوصلكم فيديوهات خصوصي لإلكم للحالة اللي أنتوا فيها، بصير أعملكم فيديوهات توصلكم لإلكم، وبصير يطلع جنبكم كلمة يعني ساين ببين إنه أنتوا زي شعار ببين إنه أنتوا من الـ VIP اللي بيقدروا يسألوا الأسئلة دائما وأجاوبهم على هذا، وبصير أعملكم لايف خصوصي يوصلكم لإلكم، والبرايفت مسج تقدر تبعتوا لي إياهم دغري بوصلوا منكم. طيب
شو صار بالألياف هون؟ خلينا شو صار، نشوف شو صار. شوفوا كيف صار ثيك، صار أخمل. رح يعبي لي هذا، هاي الألياف رح تعبي جزء كبير من معدتي. هينا عم نحكي عن العلاج يا خولة. أم ركان أهلا، كيفك؟ اشتقت لك. كيف كان الفستان؟ بالله صورت لكم يا كيف كان. نادين ما بيعمل إمساك، بيساعد. خلاص محمد، والله قريبا يا محمد مانجو. إيش كنا عم نحكي؟ ما بيعمل إمساك، هو للناس اللي عندهم إمساك تشربوه مع كمية كبيرة من الماء، بيمشيلكم المعدة، وإذا بأمعائكم، وإذا عندكم إسهال رح يمتص الماء الزيادة اللي بتعمل إسهال ويمسك لكم الستول عندكم. فشوفوا شو صار بالألياف. هاي هي المادة الطبيعية، ألياف طبيعية مسكت الماء، تكبر بتجمع شوفوا شايفين؟ شايفين قديه؟ يعني هدول لما يجوا بمعدتكم شوفوا قديه رح يعبوا من المعدة. هذا رح يمسك السكر وما رح يخليه يرتفع بدمكم، ما بيأثر على الصحة. هذا ألياف طبيعية، يعني انتو بتقدروا تضيفوا الألياف من أكلكم، صحن ملوخية، صحن بامية. اللي مو متوفر عنده انه دايما بده يضل يعمل خضار ويطبخ وهيك، ممكن يستخدم الألياف الطبيعية عن طريق ياخدهم عن طريق الكبسولات. اللي مش فاضي يطبخ، اللي رايح على الشغل ومش فاضي ياكل جات ملوخية أو جات بامية أو جات سبانخ قبل ما ياكل أكله، بشرب عصير ألياف. بس شفتوا كيف بنشربه قبل ما يصير هيك دغري بتشربوه؟ هو هيك بيصير بمعدتكم، فبيسكر جزء من. نكبس على الصفحة عشان نوصل لأكبر عدد ممكن يا جماعة. يلا قللت الأرقام، مش كتير ناس مهتمين بصحتهم. شو أمرك؟ كان عجبك الفستان؟ رندا، هذا المنتج موجود بالأردن على طريق هاي العبوة، موجود بالصيدليات، ولكن انتو بتقدروا تحصلوا عليه. اسمهم ألياف بذور القاتونة أو السيليوم هاسك، بتقدروا تحصلوا عليه فرت بأي بلد انتو موجودين فيها، أو تحصلوا عليه عن طريق الكبسولات، وبتقدروا تلاقوهم بالروابط تحت اسمي على صفحتي الرئيسية على تيك توك، تدخلوا عليهم تحصلوا على خصم إذا بتطلبوها من هناك، أو بأي بلد انتو فيها بتقدروا تلاقوهم وتجيبوهم وتستخدموهم. راح يعملوا عبارة عن كتلة ألياف داخل أمعائنا تحسسنا بالشبع عشان المعدة مليانة بتصير، فأنتوا بتاكلوا شوي زي اللي قاصص معدته أو مركب بالون. تخيلوا بس إنه إيش، أنا شربت عصير بردان أو أخذت 3 كبسولات. شكراً أم ركان، أكيد موجود ببيروت وبلبنان موجود. أنا بأخذ 3 حبات مع كاسة مي كبيرة، كاسة مي كبيرة عشان يصير عندي الحجم الصح. تقدر تاخذوا 3 حبات قبل الوجبة الرئيسية. أهلا يا نادين. الارتجاع طبعا، احضري الفيديوهات اللي حاطينهم عن ارتجاع معدة. البودرة يعني أنا ما بحب هو بس برجع، هي نفس الإشي، يعني أنت أخذته كبسولات رح يفتح بمعدتك. أنا ما بحب أشرب، فباخذهم كبسولات وبريح حالي. وواحد بيكون بالشغل بدوش يحط مثلا هذا، خلص بياخذهم كبسولات على السريع. أهلا يا روز، إيش سؤالك؟ سوري أنا ما شفت. حطيه على الشاشة هلا، بتقدري تدخلي عليه على الرابط تحت اسمي بتشوفي كل إشي عنه، ما بعرف إذا هيك راح تشوفيه. هيو اطلبوه من الروابط تاخدوا خصم. شايفين روز عشانها من الفي آي بي عندي، هاي طالع لاف جنب اسمها، هي من السبسكرايبرز تبعوني، فبتقدر تسألني إيش ما بدها دغري ببين عندي على الشاشة، وبقدر أبعت لهم لايف خصوصي لإلهم هم، أو نعمل مسج فيديوهات خصوصي لإلهم، بعمل لك فيديو عن هذا
بس اللي هو تقدر تطلبوه من الرابط عندي على الصفحة. أوكي شكرا يا أمريكان. جواهر برافو. بحب البربريين وبحب السيليوم هاسك. هلا فاول إشي بنعمله عشان نخفض من ارتفاع معدلات السكر بالدم وننزل وزننا لمرضى السكري، مرضى مقاومه الانسولين، للناس اللي بيعانوا من تكيس مبايض، للناس اللي بيعانوا من مشاكل بالهرمونات، هدفكم لما تاكلوا ما يرتفع سكر دمكم. فاحدى الطرق اضافه الالياف لاكلنا عن طريق الكبسولات او عن طريق الالياف الفرد. شو رح يعملوا؟ رح يصير زي هيك شكله داخل أمعائنا، هذا الشكل النهائي. أنتوا لما تشربوه بيكون مي زي عصير. أنا ما ببيع إشي يا إيمان، فما عندي أسعار. موجودين، تدخلي على صفحتي في رابط بتدخلي عليه، في المنتجات كلها مع أسعارها مع كل إشي. أنا إذا بتطلبوا من الرابط تبعي بتحصلوا على خصم إضافي. هذا الإشي اللي أنا بقدر أوفركم إياه، بس أنا ما ببيعهم، ما بعرف شو أسعارهم، في شيبينج للبلد اللي أنتوا موجودين فيها. طيب فأول إشي بنعمله، يلا هلا أسئلة كويز، رح نعمل كويز. أول إشي بنعمله طبعاً طبعاً يا روز أمرك، أول إشي بنعمله منضيف الألياف على أكلنا، سواء أخذنا بطريقة طبيعية عن طريق الخضروات الورقية، الملوخية، البامية، الفاصوليا، شوربة الخضار أو الورقيات، يا بناخذه عن طريق الأكل يا بناخذه عن طريق الأكل ومنضيف ألياف بذور القاتونة، السيليوم هاس ككبسولات أو منضيفه كعصير كفرط، بنشربه قبل ما ناكل وجبتنا بثلث ساعة عشان يلحق ياخد حجم من أمعائنا معدتنا. طيب شو منقدر كمان نعمل؟ يلا كويز هذا، يلا جاوبوني شو منقدر نعمل. شكرا يا أمريكان. مرة أو مرتين باليوم يا آر أو، رح احضر الفيديو يا يوزر 959 على صفحتي عن الارتجاع المريئي. لحظة ياسمين، يا ربي دائما بدعي لك لأنه من وصفاتك خلصتيني من عقدة الكورتيزون. يا الله ياسمين، هذا إشي جازما كتير كتير بعني لي هذا الحكي. عبد الله البلوي من برضو السبسكرايبرز تبعونا، لبنى، الخس يسبب زيادة أملاح بالجسم؟ لا ما بيسبب الخس زيادة أملاح بالجسم، وأي حدا خايف من الأملاح اشربوا مي، المي بتذوب الملح. يا جازمن أنا كتير كتير يعني شكرا لك لهذا المسج اللي بعتيه، بحب أعرف شو عم بيصير معكم. يوزر 59 يعني شايف صورتي في إشارة زائد، بس تابعني اعملوا لي فولو، اعملوا اكبسوا على البلاس بتصيروا فولوورز عندي، وروحوا على صفحتي على تيك توك، صفحتي زي صفحتكم لما تروحوا تطلعوا على حدا كيف تروحوا تتفرجوا. أحمد أهلا. شكرا جازمن، والله هذا إشي رهيب وأنا بفتخر يعني هيك مسجات. من شهر رمضان لهلا صرت خسراني 10 كيلو مع قطع السكر والملح والمشروبات الغازية، ممتنة لك كتير، بس ديري بالك الملح باعتدال ما تقطعي. ثلث ساعة الألياف بناخدها قبل الأكل. ما هو الوزن المثالي للتخلص من تكيس المبايض؟ ما في وزن مثالي للتخلص من تكيس المبايض. Yes you can go. Yes you can go to St. Regis. You can. I hope you can hear me. طب يلا لايك لايك على الصفحة يا جماعة، اعملوا لي تكبيس على الصفحة، وينكم نمتوا؟ في عندي على اليوتيوب بس بنزل لك تبع الارتجاع المريئي، خلص ولا يهمك. اي حدا مو عامل لي فولو على اليوتيوب اعملوا لي سبسكرايب على اليوتيوب عشان توصلكم الفيديوهات المطوله. ارتجاع المريئي بدك تبدا بجلوتامين، رح اعمل لكم فيديو، خلص والله رح اعمل لكم فيديو للسبلمنت كمان الارتجاع المريئي، خلص قريبا.
ايش تاني اشي رح نعمله عشان نخفف من ارتفاع معدلات love you عيشة ارتفاع معدلات السكر بدمنا؟ ايش منقدر نعمل عشان نخفض من ارتفاع معدلات السكر بدمنا غير انه ناخد الياف طبيعية عن طريق كبسولات او فرط او عن طريق الخضرة؟ شو منقدر نعمل؟ ثاني إشي بنقدر نعمل بنقدر ناخذ البربرين. البربرين بيساعد لتنظيم معدلات السكر بالدم زيه زي أدوية السكري بدون الأعراض الجانبية، بدون ما تكون عم تاخذوا دواء، عم تاخذوا منتج صحي طبيعي. فتاني شغلة بقدر أعملها، وتاني شغلة بقدر أعملها إضافة، شكرا يا زومات، تاني شغلة بقدر أعملها هي إنه أخذ البربرين وبقدر أخذه مع ألياف بذور القاطونة، هاي مستخلص من فواكه مفيدة جدا لتنظيم معدلات السكر بالدم، بديلة الجلوكوفاج والمتفورمين لمرضى السكري مقاومة الأنسولين، لا اللي بدهم يصغروا حالهم بالعمر. البربرين كبسولات، نعم يا عاشقة الروز. فبقدر اخذ حبة بربرين الصبح، حبة بربرين المساء، وهدول الالياف باخذ 3 حبات قبل الوجبة. انتو لهلا نحن ما اخذنا ادوية، ما اخذنا اشي اسمه اصلا اشي مش طبيعي، اخذنا الياف واخذنا فواكه مستخلص من فاكهة، نحن مو عم ناخذ ادوية ومش عم نجمع كبسولات. جواهر انت بتقدري تطلبيهم من الرابط عند اسمي وبوصلوا لك يا على السعوديه. مريم اذا بتتنظمي اذا بتستخدمي منظم السكري هذا بيضاعف لك من فعاليته كمان. حبوب ايش يا زهران؟ نورا روحي على صفحتي على تيك توك، مكتوب تحت صورتي مكتوب اضغط على الرابط هنا وفي رابط اضغطي عليه يا نورة يا نورة، بس ضلك ضغطة عشان يفتح. نادين لا ما شفت ايش فيه، نادين ما شفتك، اهلا نادين، ابعتي السؤال مرة تانية. البربرين حب الصبح حب المساء، روز الكبسولات اللي بسيليوم هاسك او فرط بتجيبيهم من اي مكان موجود. شوفوا كيف صار الالياف بالمعده بعد فتره كيف بتصير، طلعوا اسمعوا كيف صوتها، هيها عباره عن كتله لزجه تمنع ارتفاع السكر بدمكم، فبتنظم لكم الانسولين، بتخلصكم من السكري ومن مقاومه الانسولين. شو بدكم احسن من هيك؟ لا عمليات ولا جراحه ولا ادويه. طيب بيفتحوا بالمعدة ألياف، شو السؤال يا روز؟ مو فاهمة عليكي، كبسولة بتفتح بالمعدة طبعا. كل إشي بصير لعمر العشرينات من اللي حكيت لكم يا هلا، بربرين، ألياف بدور القطوة، شو كمان في عنا إشي بنظم ارتفاع معدلات السكر بالدم عشان ننظم لنا سكر دمنا للي ما بدهم ياخدوا هاي الأشياء أو بدهم يضيفوها لإله؟ بقدر أشرب الكمون والقرفة والزنجبيل اللي بناخده نعمل زي مطرة سخنة بنحط فيها كمون وقرفة وزنجبيل، حطيت لكم الوصفة على صفحتي، تعملوهم كشاي وبتصيروا تاخدوا كيف أنا هيك عم بشرب شوي شوي خلال النهار، رح ينظم لكم ارتفاع معدلات السكر بالدم. يلا شو بدكم كمان؟ ايش اشي تاني انا بقدر اعمله عشان انظم ارتفاع معدلات السكر بالدم، اخلص حالي من السكري، اخلص حالي من مقاومة الانسولين، تكيس المبايض، او بس بدي انزل وزني مو عارفة كيف انزل وزني؟ بنظم سكر دمي، بعبي امعائي بالالياف، عشان أمنع ارتفاع معدلات السكر بالدم، أشبع أكتر وما يضل فيه شراهة. شو كمان بقدر أعمل؟ يلا وينكم؟ وينكم وينكم؟ شكراً لكل حدا عم بيكبس على الصفحة وعم بدعم. كل المنتجات اللي بحكي لكم عنهم موجودين على الرابط تحت اسمي على الصفحة الرئيسية، بتقدروا تشوفوها من هناك وتطلبوها من الرابط. أي حدا مو عامل لي فولو وسبسكرايب على اليوتيوب شانل تبعي، تقدروا تحضروا فيديوهات على اليوتيوب بتكون الفيديوهات المطولة.
فالسبسكرايب على اليوتيوب للفيديوهات المطولة لأي حدا مو عامل سبسكريبشن. نادين ما شفت سؤالك، لو تبعتي لي إياه مرة تانية. شو هي الألياف؟ الألياف شو هي؟ يلا احكوا لنا. صعب هيك يعني أقعد أشرح كمان الألياف شو هي. اسم هون سيل ممهز ياضين ومفاصل، شو رأيك IMSM فيتامينات؟ إذا أنت عندك مشاكل، هلأ أنا بحب الجلوكوزامين والكوندرايتون، بيكونوا عادة بيجي مع MSM، وبتقدر، وهدول الأشياء كتير منيحة، هم السبليمنتس، هدول غذاء المفاصل يعني. فإذا عندك مشاكل كتير بالمفاصل تقدري تستخدميه مع الكولاجين، أهم إشي الكولاجين. حبوب تطهير القولون كولون كلينز موجودين على الرابط تحت اسمي على الصفحة الرئيسية لزهران انت عم تسأل عنهم. هذول بيتاخذوا حبتين لمدة 14 يوم مرتين بالسنة. ما بدنا نعود امعائنا انه ما تشتغل غير عليهم، فما تاخذوهم. في ناس بنبسطوا عليهم عشان بضلهم يفضوا 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 وبينزل الوزن، بحسوا حالهم انه هم لازم دائما ياخذوه، بخربوا امعائهم، بطلوا يقدروا يروحوا على الحمام بدونه. ديروا بالكم، هو بس اصلا هي حاطين فيها 28 حبه، حبتين لمده 14 يوم تخلص العلبه. عمره كان شفتي الفستان هذا اللي مش قابل اللي يسكر، كان علي من هون، خلص سكر، خلصت الدايت تبعي، تبعت عملنا دايت خصوصي عشان دخل الفستان، حطيت عشان هيك حطيت لكم فيديو على الصفحه. هو كان ضيق بس من هون مش قابل يسكر. روز ليش ما بوصلك الفيديوهات؟ غريب، انتي سبسكرايبر عندي، عن ايش عم تحكي بالضبط؟ اليوم برجع ببعث لك اشي. هلا بالنسبة للارتجاع المرئي، خليني احكي لك شوي عن الموضوع، نحكي شوي اليوم عشانك كتير سألت. اوكي، ما حدا يسالني طولي ووزني وهذا، نحن ما بنشتغل هيك اشي، هذا كله نسبه الدهون بالجسم هي اللي بتحدد. نادين والله برافو، خلصتوها من السوق؟ جد امريكان؟ لا انا ما كان كتب كتابي ولا اشي، بس هيك لا لابس الفستان على مناسبة. والله كان حلو الفستان الصراحة. طيب وين المعدة؟ وين المعدة؟ هاي المعدة. شكرا ريم. هاي المعدة، خلينا نشوف أقسام، إذا رح نقدر نشوف أقسام أكتر. طيب شايفين هون باب المعدة هون، أوكي؟ ليش بيصير في ارتجاع مريئي؟ ليش الأكل رح يرجع هون على المريء من خلال هذا التيوب اللي هون؟ لطيفة والله، أنا بحبكم أكتر، بحبكم كلكم، بحس بالطاقة تبعتكم عن طريق اللايف دايما، عشان كتير بحب آجي هون. على فكرة كتير أنا بآمن بالطاقات، يعني على فيسبوك ما بقدر أتحمل 10 دقايق لايف، في طاقة غريبة. طبعا نديم تقدر تاخدي الألياف مع أكلك الصحي. شكرا يا ريم حبيبتي، شكرا ميلانو. ما غالية، انا ما مش تخصصي هذا.
ممكن قبل الأكل. أنا باخده حب الصبح البربرين وواحدة المساء. طيب مرة باليوم يا هانو، عشان إذا بنزيد كتير ألياف ممكن نعمل مشاكل بأمعائنا، نحن ما بدنا نهيج الأمعاء كتير. يلا طلع ذوقي خليجي بالفساتين، شو بدنا نعمل؟ طيب الارتجاع المريئي، كيف أنا ما بدي أخلي الأكل يرجع؟ ليش برجع الأكل؟ ليش أنا بنزله هون مفروض يكمل مسار وينهضم بالمعدة وبعدين يروح على الأمعاء؟ ليش عم برجع لورا؟ أول إشي لما أنا باكل وبضلني قاعد بالليل بدي أروح أنام، أو باكل الظهر وبروح بتمدد دغري، شو بصير؟ ها خلينا نمدده هون. نحنا أكلنا الوجبة وهيو عم بنزل الأكل على المعدة ورحنا إيش تمددنا، شو رح يصير؟ مو شرط إنه تكون البوابة مسكرة، رح ترجع تفتح ويرجع الأكل لورا، عشان أنا غصب عني مع الجاذبية عم بعمل هيك، يعني معدتي مليانة. طيب فموضوع إنه ناكل ونروح ننام نستلقي هيك، هذا بدكم تنسوا لي إياه. طيب نحنا بالليل بننام، فليش أنا أكل وجبة كمان أعبي معدتي منيح وأروح أنام بالليل؟ ليش؟ وجبة خفيفة بوقت مبكر عشان ما تصير هاي الحالة وأروح أتمدد. وفي إشي اسمه اتعشى وتمشى يا جماعة. يلا وين البوندي؟ شكرا. وين التكبيس على الصفحة؟ شكرا يا بوندي. وين التكبيس؟ يلا شجعوني شوي. تعشى وتمشى صح. يلا يلا ما بزبط هيك لايف يكون 120 واحد، والله زعلتوني. طيب ممكن البطيخ الأحمر يعمل وجع بالقولون عند بعض الناس إذا هم ما عم بهضموا السكر اللي موجود فيه. محتوف شكرا، شكرا لكل حدا عم بدعم. يلا يلا يا جماعة اكسبلور وتكبيس ويلا. طيب فأول إشي بدنا نعمله ما بدنا نتقل بالوجبة اللي رحنا كلها بالمساء، وحتى لو أكلنا الظهر ما بدي أروح دغري أعمل هيك وشو بيصير، بده يرجع غصب عنه بده يرجع. تاني إشي في أعصاب هون. شكرا بوندي. طيب أنا شو بدي أعمل؟ الستريس والأعصاب شو رح تعمل؟ رح تعمل انقباض بمعدتي، فالأكل رح البوابة اللي هون رح تفتح ورح يرجع لورا. أوكي؟ كل ما صار في ستريس أكتر بتشد المعدة بفتح بوابتها، لما المعدة تكون راخية وما في ستريس بيسكر الفالف، بيسكر. لما يصير في ستريس انفخ هيك على الكيس بده يفتح من فوق صح؟ فشو بيصير؟ بيصير فيه الأكل بده يرجع لورا. بعدين الحموضة اللي زيادة بالمعدة بيصير الغازات تبعت الحموضة تطلع من هون وترجع وتعمل حرقة فوق، ويعني قصة قصة للي بيعانوا من الحرقة بيعرفوا شو معناه هذا الحكي. ستريس شو في أشواغندا بالحياة؟ بالضبط لما تاخدوا أشواغندا بتريحوا الستريس. شكرا بوندي بيتش. لا مو شرط الانخفاض يا علاء يكون هو سبب في الارتجاع المريئي. شكرا بوندي. بس ستريس ديفينتلي ستريس، وطبيعة الأكل الغير صحية والأكل كله اللي بحرق واللي بيضايق المعدة ممكن يأثر على هاي الشغلة. بس كتير مهم للناس اللي عندهم يا بكل بساطة، ما تاكل لي صدر منسف هالقد ولا كبسة صحن جاط هالقد كبسة وتقول لي وبعدين تروح تنام وتقول لي عندي ارتجاع مريئي. طب إذا ما يعني اللي ما عنده راح يصير عنده. هاي كلها أشياء أنتوا بتعملوها بنفسكم. بعرف إن الواحد ما بيقدر مرات يسيطر على الاسترس بحياته، ولكن نحن بنقدر ناخذ أشواغندا نريح معدتنا شوي، نختصر من الأكل. إذا في ارتجاع مريئي تحطش إشي اللي يرجع، ما تحط إشي اللي يعبي ويرجع. يعني باخذ الألياف، خلينا نشوف شو صار بالألياف هون. الألياف هيك رح تصير بمعدتنا، رح تعبي لنا جزء من معدتنا، يمنع ارتفاع معدلات السكر بالدم. طيب عبينا جزء من المعدة، ما بدي أعبي الجزء الثاني كومبليتلي كامل، عشان أنا ما بدي يصير فيه عندي ارتجاع. أوكي okay.
عن جد بوندي شكرا، والله هاي معلومة جديدة ما كنت أعرف. send تيك توك icon not flowers flowers live will go down. والله ما كنا نعرف إنه الورود بينزلوا اللايف. شكرا يا بوندي، شكرا، أنت أول مرة اليوم تطلع عندي. شوى انت ممكن تكوني الخبز يعني عم تاكلي كميات كبيره وعم تعبي هون زياده وعم تروحي بتنامي، فممكن يعمل لك يعني ارتجاع. طبعا كنت عم تاكلي زياده عن اللزوم. ما اظن انه اذا بتاكلي 30 او 40 جرام خبز رح يعمل لك هاي المشكله. قللوا ابدوا شوفوا النتائج كيف. بس حبه توست وحده يعني 30 جرام، مو مفروض يعمل لك ارتجاع مريئي. بي 12 ممتاز لكل الناس اللي عندهم نقص لازم ياخدوا. المورينجا رائعة، الشجرة المعجزة. نورة، الحل مع النشويات، النشويات إدمان، رح يرفعوا معدلات السكر بدمكم ويرفعوا الانسولين، ويضل يصير في اخبار دائما تطلع سيجنلز واشارات من امعائكم معدتكم لدماغكم انه انتم جوعانين وبدكم كمان سكر، وبتضلها هاي فيش سايكل. بدنا جوعانين طول الوقت وبدنا عم نطلب جسم السكر. عشان نوقف هذا الادمان بدنا اسبوعين زمان نسيطر على حالنا، نخفف كميه النشويات اللي عم ناكلها، عشان عن طريق كيف شو قلنا ناخد الياف، نزيد الالياف باكلنا، بناخد الياف خارجيه قبل الوجبه بثلث ساعه عشان تخفض لنا ارتفاع معدلات السكر بالدم وتشبعنا. فبنقدر نعمل اشياء تساعدنا، ناخد البربرين حبتين باليوم بيساعدوا لتنظيم معدلات السكر بدمنا. يلا عم درها تنزل الاعداد، والله انا مش عارفه شو بدي اعمل فيكم جد. انا في عندي شغله بحب هيك التشجيع، يعني انا بحب احكي لكم كل شيء وهيك، بس حب تشجعوني. ما بحب أشوف لايف واحدة قاعدة نايمة على كرسي هيك بس قاعدة صفنانة مبارح وحط خمار وحط عدسات و2001 على اللايف. شو يا جماعة اليوم عم نحكي عن أشياء بتهم كل بني آدم، بتهم الكبير والصغير، بتهم اللي عنده عيلة واللي لحاله واللي بيعرف ناس وبده يفيدهم واللي عنده مرضى بالبيت. طبعا يا نادين، حبوب البربرين موجودين على صفحتي على الرابط. اوكي يا يوزر 76 الاء، انا او الاء او مش عارفه الشد العضلي ما الي دخل فيه، بس تعملوا ستريتشنج مفروض. وبي 12 من اهم الاشياء للاعصاب والعضلات. لا شاوة، هلا البربرين هو البديل الصحي للميتفورمين، ضلك عليه وخدي معه بربرين اولها عشان يضاعف لك اضعافه. اوكي اضعافه، بعدين بتصيري تتركي الدواء وضلك على بربرين. يلا ايش في اسئله؟ خلص انا تعبت. هلا اسالوني بديش احكي كثير، اسالوني بجاوبكم على اسئلتكم. اسئله هيك بسيطه عشان يرجع الرئتين. مضبوط الشيك بدون رئتين. يلا هم مش قادر اشوف اليوم منيح السكرين، مش عارف شو بس. مشكلة يا نادين الربو، يعني هذا بدك تبعدي عن الأشياء اللي بتعمل له تريجر للربو عنده. بعرف إنه موضوع كتير صعب، مرات في أكلات معينين، مرات إنه بنبعد عن القمح، منتجات القمح جربي ومنتجات الحليب ومشتقاته. ممكن تاخدي بربرين مع الأكل. اللي مو عاملي سبسكرايب على اليوتيوب شانل لو سمحتوا تروحوا هلا وتعملوا لي سبسكرايب على اليوتيوب شانل تبعتي، موجود رابط على صفحتي هون لليوتيوب وهو نفس الاسم الموجود هون، بتقدر تدخل على اليوتيوب بتلاقوني ونفس الصوره. ما بعرف مسحوق السوبر فايبر، بس هو عباره شكله عن الياف.
خففي شوي من الديري برودكتس وخففي من منتجات الجلوتين وشوفي شو بيصير. شكرا يا علاء او الاء، مش عارف، مش قادره اشوف الصوره. بعمل تنشيف جسم طبعا. اي حدا بده يتابع معي اونلاين بتقدروا تضغطوا على الرابط تحت اسمي على الصفحه الرئيسيه على مركز لبنى عبيدات، تتصلوا مباشره معنا على اليوتيوب على الواتساب لا تستفسروا عن الاشتراكات. يلا يا جماعه على اليوتيوب شانل الحقوني، موجود كمان على فيسبوك لو بدكم تتابعوا الفيديوهات على الفيسبوك برضو موجود. شكرا يا مونيكا. إذا عم تسألي نورة، دائما الألياف زيدوها أكلكم عشان تركزوا، طول ما في أكل وفيه نشويات وسكر بدكم تقدروا تخفتوه بالألياف. لارا شو رأيك بحليب اللوز بدل الحليب البقري؟ اللوز ما إله حليب، بس البقرة اللي عندها حليب. هذا رأيي. اما هاي مية اللوز هاي اللي بيعصروها وبحطوها ومرقتها وبسموها حليب عشان لونها ابيض، يعني اكيد لا. ممكن تكون كلها مبيدات حشرات عشان اللوز كمان كتير بيرشوا اشياء، فانه بتصفي بس عم تاخدي ايش مبيدات الحشرات والبستسايدز اللي موجودة، يعني هذا مش حليب ولا فيه كالسيوم ولا له دخل بالعالم. مش كل اشي ابيض حليب. سمك بوعدك اشتركي معي شهر وشوفي شو رح اعمل لك بجسمك. اليوم كان عندي متابعه من قطر، لهلا لنا اسبوعين مع بعض نازله 4 كيلو وان شاء الله يكونوا كلهم دهون. بعد شهر بخليها ترجع تعمل الفحص دهون وتبعت لي قد ايه نزله. في عندي مراجعين بامريكا، في عندي مراجعين ب رام الله بالسويد، كلهم مستفيدين وكلهم بينزلوا. في ناس وقفوا حبوب الضغط وفي ناس وقفوا ادويه السكري، عاملين ثورة بالصحة، ثورة ثورة، ناس كتير عم تستفيد. ما بعرفهم روز، هدول القهوات اللي بيسدوا الشهية، ولكن أنا شخصياً بعمل الإسبرسو هيك فنجان قهوة أو أمريكان، بحس حالي إنه شهيتي يعني خفت على الأكل، فالقهوة بشكل عام بتسكر الشهية. ايش اشي بيرفع الطاقة؟ عندي كسل وخمول. عندك الـ NMN never mother never من مضادات الشيخوخة، زائد بيعطي كمية طاقة مش طبيعية حسب عمرك. ابعتي لي قدي عمرك كمان البرنسيسة، رح اسويكي عبارة عن كرة طاقة هيك مو قادرة تعدي. احضروا الفيديوهات على صفحتي، بحكي عن كثير منتجات، بحكي اسم المنتج، روحوا على الرابط تحت اسمي بتلاقوا المنتج بتحضروه بتقرأوا عنه بالعربي كل المعلومات اللي بدكم اياها، كل اشي موفر لكم. اطلبوه من الرابط تاخدوا خصم، يعني في اكتر من هيك مش عارفة شو بقدر اعمل. وليد حموري فعلا، وانا والامان استفدت من حضرتك كتير، راح السكر والدهون والحمد لله بيضل بفضل الله وبفضلك دكتورة. شكرا، هذا اشي يعني فخر لإلي. شكرا يا عبد الله يوشا، شكرا شكرا. عادي تاخدوا قهوة وشاي وانتوا عندكم نقص حديد، بس ابعدوا عن الوجبة الغنية بالحديد او عن كبسولات الحديد. شكرا يا وردة، انكم عم تشاركوني خبراتكم اليوم، عم تحكوا لي كل إشي صار معكم، إنه أنتوا استفدتوا من معلومات ونحفتوا 4 كيلو. شكرا عبد، شكرا شكرا.
انا من مشجعين خل التفاح، ديروا بالكم بس من خل التفاح ما تاخذوه بكميات كتير كبيره وطول الوقت عشان ما يعملكم نقص بالبوتاسيوم، ولكن هو سيف ومفيد للكل وما رح يعملكم تقرحات بالمعده. ما ضلكم تبعتوا لي عن تقرحات. شكرا يا لارا، هذا إشي كتير يعني ببسطني. انا استخدمت كتير من منتجات لحضرتك نزلتيها على الرابط واستفدت كتير، هذا إشي كتير. only me الماتشا مفيد زيه زي البروكلي زيه زي الفاصوليا زيه زي الجاج من المنتجات الصحية، بس مو بداعي انه انا ادفع مصاري كتير عشان اضلني اشرب ماتشا طول النهار. رو طبعا عندي كتير ناس من العراق يا رو، RO 3 على الرابط تحت اسمي على الصفحة الرئيسية مركز لبنان بدها تضغطي عليه، وبكل كل اشي هناك على الواتساب عن اشتراكاتنا. وانا حاولت انزل لكم رقم تليفوني حطيته تحت صورتي فوق على صفحتي على على تيك توك، شوفوه. اللي مو قادر يلاقي ارقامي هون روحوا على صفحتي على الفيسبوك، الارقام موجودة على صفحتي على الفيسبوك. شكرا يا ريم، انا حفانة خلاص خليت الفستان يسكر علي. شكرا يا عز، معلقة الخل يا ليندا بدك تاخديها مع كميات عالية من المي عشان ما تضايقك. اذا عم تضايق لك معدتك ما تاخديها. بفضل توجيهاتك كنت اخذ انسولين وكان تراكمي عالي جدا والحمد لله كله اختفى. يا الله يا وليد، يا الله يا وليد، هذا بدي اعمل سكرين شوت، ابعت لي اياها مسج هاي، بدي اعمل سكرين شوت. انا هذا هو يعني هذا هو الاشي اللي بخليني انا اضلني مستمره معكم، شو بدي احسن من هيك؟ هاي اكبر يعني هديه لإلي. فضل توجيهاتك كنت اخذ انسولين وكان تراكمي عالي جدا والحمد لله كله اختفى. يا الله، هذا يعني موسيقى موسيقى هذا المسج. جاوبوه لسام بيقول لك هل الحب يخسس؟ اظن اظن في ناس هيك بحبوا بصيروا يفكروا طول الوقت بطلوا يفكروا ببطنهم. شكرا عز الحربي، شكرا يا لارا، شكرا. بخليك تكتكت بقول لك عبد الله. هاي بقولوا لك الحب من القهر بيخسس، بعمل لك قهر وبيخسسك. مون دكتورة عمري 34 وصارت تظهر خطوط عجبيني، شو أعمل؟ يعني هو مش كتير من تخصصي بس أنا من ناحية غذاء بنحكي عن الكولاجين، بنحكي عن الهالورونيك أسيد، وبنحكي عن الإنمان، وبنحكي عن الجلايسين والجلوك والNAC. هدول مضادات الشيخوخة اللي بيمنعوا التجاعيد ظهورها وبيساعدوا البشرة تضلها صحية وصغيرة بالعمر. تاني إشي السيرمز اللزاز لازم تستخدميهم، بس إذا كانت من التعبير يعني أنت كتير بتعبري وبصير في كتير تجاعيد على بشرتك ممكن تضربي لك هيك نقطتين بوتوكس يشلوا لك العضلة وبتبطل تتحرك ويصير في ديب رينكلز. فإذا كانت تعبيرية العضلات عندك ممكن تعملي هذا الإشي. شكرا يا ريم، وأنا بحبكم والله كلكم. أخالفك الرأي، الحب بفتح النفسية، بتحب كل شيء وأكتر في الأكل. إذا حدا مريحك سلطان بتصير شهيتك مفتوحة وبتأكل وهيك، بس إذا حدا منكد عليك شو بيصير؟ تنسكر الشهية. فاطمة بتقدر تاخدي الحبوب إذا ما بدك تشربيه.
شكرا بانجا. شايفة؟ اه، هاي تركت جوزها ونحفت كتير. يعني في بيقولوا لك الطلاق بيسوي نحف كمان، يعني بدكم توازنوا، شو بدنا نعمل؟ نتوش. شكرا. بس ليش القلوب هون وعندي ما عم بتزيد عن 176؟ في حدا بيقدر يجاوبني؟ عشان بضل يجيني قلوب بس ما عم بيزيدوا. بس شو هم اصلا؟ RO3. دراسة الطب صعبة، ولكن يعني فيها مكافآت بالنهاية، وحلو، أحلى إشي بالدنيا اللي بدرس طب وبدخل بأعماق إنه الطب وهيك، كتير إشي حلو، ما بقدر يدرس إشي تاني. مون الأشواغاندا هاي عشبة، بتقدر تاخدوها كبسولات أو بتقدر تاخدوها من عند الأطار تشربوها كشاي، كتير بترخي الأعصاب. شكرا سلطان. موجودين على الرابط تحت اسمي على الصفحة الرئيسية، الأشواغاندا أو موجودة بالبلد اللي انتم موجودين فيها. آه، صرنا في ممبرز، هدول هلأ هيك أعضاء بالفريق عندي اللي بيجوا القلب، هدول يلا اشتركوا بالقلب هون. يا حرام يا أمريكان. ريم شكرا، ريم وأحمد شكرا، انتوا عشانكم already members ما بيزيدوا القلوب. هلأ فهمت، يعني في عنا أعضاء، اللي أعضاء already 177 واحد، أي حدا عضو جديد معنا هون على الصفحة يبعت من هدول القلوب. خلينا نشوف شو أخرتها. بس أنا بحب أخبركم إنه إيش كنت أحكي عن القلوب هدول، إنه أنا ما عندي أي فكرة شو هم بالمرة، يعني فمش عارفة أتعامل مع موضوع الممبرز هدول. إذا حدا هون عارف عن هاي القصة يحكي لي. مون عليكي بالأشواغندا فورا. Love you ريم. أنا من الأردن. بس في هاي النجمة، هاي بعرف شو هي، هاي سبسكرايبرز، انتوا بتعملوا اشتراكات وبصير بوصلكم دايركت اللايف وبطلع ايكون في اي بي جنب اسمكم، تقدروا تسألوا اللي بدكم اياه وبصير اعرفكم كلكم. يعني زي عندنا هون روز كل شهر بجددوا دفع لصالحين، روز كل شهر بجددوا دفع لصالح مين؟ النقود. هم تيك توك بياخدوا نسبة وبيعطوني انا نسبة، هذا اللي انا بعرفه، هذا بالسبسكرايب تبع النجمة هون. بس المفروض هلا يبدا يوصلك مباشره فيديوهات مني، وطبعا كونسلتيشن طول الوقت. ريم بقدر اعملهم لاف، اللاف هدول اللي عندهم لاف ايكون بقدر اعملهم فيديوهات حصريه لهم، وبنقدر نعمل لايف ونعمل كل حدا صامت وهم اللي يقدروا يسالوا الاسئله. بس انا لهلا عشانهم قلال ما بعمل هيك، عشان اصلا يعني عم بطلع بس بشوفهم دغري وبجاوبهم على أسئلتهم فورا. فأنتوا عندكم بيكون اتصال مباشر معي، أي سؤال بدكم يا شو بدكم أكثر من هيك؟ على الاشتراك على النجمة هون. يلا وصلونا ل17. كم سعر الأشواغندا؟ والله ما بعرف يا مون، أنا ما ببيع إشي، هو موجودين على الروابط. لا أنت ما تخليه يدفع، لما ما بدك تشتركي روز بدك توقفي الاشتراك السبسكرايب. اوكي، هو السبسكرايب هذا زي اشتراك معي، عشان انت تكوني جنبك الايكون هذا اللاف بتصيري تقدري تسالي اي سؤال بدك اياه دغري انا بشوفه. شو يعني 2.1 كنتاكي؟ بياخد 2.1 لكل 15 شهر، شو يعني 2.1؟ شو قصدك؟ فهمنا فهمنا كنتكي، والله أنا ما بفهم إشي على التيك توك. اشتراك مدى الحياة. شكرا يا فتحي. زي ما بدك يا روز. بس هو هذا عشان انت تبيني دائما انك موجوده اقدر اشوفك، بضل في علامه لاف جنب اسمك.
باخد دولارين على كل اشتراك. هيو بيقول لكم كنتاكي. شكرا يا كنتاكي. تغذية علاجية، مش دكتور التجميل أبدا. اللوف لساتها هلأ الشهر الجاي بس يخلص اشتراكك بتروح من عند اسمك. فتحي أفضل وجبة بعد تمارين المقاومة، وجبة غنية بالبروتينات عشان نزيد الكتلة العضلية ونعوض البروتينات اللي استخدمناهم، وفيها شوية نشويات صحية. يعني ممكن تاكل بيض، وجبة بيض فيهم 3 بيضات مع مثلا موزة بعدين، أو كم جرام خبز، 45 جرام خبز، أو ممكن تاخذ بيض مع بعديه كم معلقة شوفان. يعني ما في داعي للكروميوم سهير مع البربرين والخل والسيلينيوم، بكفوا. بس إذا بدك تقدر تاخديه، بس هيك كتير رح ينزل مستويات السكر بالدم. يعني أنا ما بيناسبني الكروميوم بالمرة، يعني ما بعرف. تمارين مقاومة بشتابة ترها نزل وزني بشتابة. الوردة الدمشقية المايكرونيد الار اف، بس دلك على الكولاجين ما توقفين. تمارين المقاومة هم التمارين اللي فيهم مقاومة وفيهم أوزان، يعني أنت مو بس عم تعمل هيك، أنت ماسك وزن هاي هي تمارين المقاومة. الموز ما رح يوقف هرمون النمو، مين قال لك يا أميمة؟ شكرا يا روز. لا يا رنون، الكيتو طبعا، الكيتو طبعا بتنزلي 20 كيلو، بترجعي بتدخلي نشويات، كل جرام نشويات بياخد 4 جرامات مي، هي اول 10 كيلو طلعوا. طبعا يا ار او 3، انت بالعراق سلطان، شكرا. انت بالعراق تقدري تبعتي لي على اللينك على مركز لبنى عبيدات على الواتساب، هاي ارقامنا موجودين على الصفحه، تلاقيني بفيسبوك. انا بساعدك لو شهر واحد، بساعدك تتعلمي كيف تديري بالك على حالك وصحتك مدى الحياه. سهير ما بعرف انت حسب جسمك قد في عندك عضلات، هي قد بتحرقي انت لما تكوني عم تتدربي. تقدر تدخلي اونلاين تشوفي هذا الاشي. عبير شكرا يا روز، بحب الصيام متقطع جدا. انا مره انا مز وانا مليان جربت ونحفت، صار وجهي مش حلو عادي، اضل ناصح. كنتاكي فرايد تشيكن، انت بتحب التشيكن والفرايد تشيكن وكل الهيدروجينيتد فاتس اللي بتزيد لنا الالتهابات بجسمنا وبتعملنا ادمان، فرح تضلك مدمن وجعبالك دائما تضلك مليان. الوجه المليان مش احلى من الوجه النحيف. هاي انا نزلت 10 كيلو صار محدد اكثر وجهي، بطل فيه هيك هذا هون، بصير يعني العجعجه اللي بتيجي تحت الرقبه، بصير الوجه محدد اكثر، الخدود بارزه اكثر، يعني بصير الوجه احلى. شكرا فانجا. اما هاي اللي زي البرتقال الواحد وجهه زي بطيخه مش حلو، ما في تفاصيل للوجه. شكرا نتوشه. تعرفوا انه خسرت دهون عن طريق جهاز فحص نسب الدهون بالجسم؟ شكرا وليد. هي صرنا 180، برافو 180 مشترك، ابدعتوا. خليني اشوف بس هالشغله لحظه. لحظه، هاي الجهاز، جهاز فحص نسبه الدهون بالجسم، هذا احسن جهاز بالعالم، 770. اوكي
بيقيس كل إشي، قد في دهون، قد في مي، قد في أي إشي بجسمكم، أوكي؟ مي، عضلات، نسبة الدهون، العظام، كتلة العظام. أنا كتير بالبراجة عندي هذا منتج أردني كتير بحبه، زي البروتين بارز معمولين بالتمر ومعمولين ببروتينات، فبياخدوهم كسناكس بعد الرياضة أو خلال النهار لما يكون جعلهم إشي حلو بديل وجبة بيساعدهم ينزلوا وزنهم. موجود بكتير من البلدان، بس هذا منتج خالي من المحليات الاصطناعية، كتير بحبه، موجود بالأردن، جيبوه إذا كنتوا بعمان. منال، كمون وقرفة وزنجبيل، بغليهم غلوة وخلص بشربهم خلال النهار. رنون، تشتركي معي على الرابط تحت اسمي على الصفحة الرئيسية في مركز لبرعبيدات، اضغطوا عليه بوصلكم على الواتساب تبعنا، بتسألوا على الاشتراكات. إذا مو عارفين اشتراكات الأونلاين روحوا على صفحتي على الفيسبوك، أرقامي كلها موجودة هناك، اتصلوا معنا على الواتساب. لا، التمر ما بنفع بدل هذا المنتج، عشان التمر هيك انتي بس عندك سكر، هذا فيه بروتين من قوي. آسفة يا عز، اليوم هو المشتركين معي كلهم بيعرفوا كل هاي المعلومات، فعشان هيك نحكي فيها بسرعة. احضر الفيديوهات بتصير خلاص محضر قبل بوقت. طبعا يا سهير، عندي أنظمة بفصل النظام حسب الإنسان اللي قدامي. شكرا جنان. خلصنا اللايف لليوم، كان ممتع جدا معكم، مع إنه ما كان في كتير عنا، كله 90 واحد ومية وعشرين واحد، ما بعرف ليه. والله مبارح وحدة حاطة يعني مش عارفة شو عم تعمل، يعني قاعدة هيك ومغطية على عيونها ولابسة عدسات زرق وعاملة هيك قاعدة هيك، وألاف ألاف المشاهدات، مش فاهمة أنا شو قصتكم. شكرا المز مرزول، صرنا 181 ألف، ثانك يو. والله عبي امبارح انا يعني خلص كنت بدي اعتزل التيك توك. فلافل صحيه، شو بدنا ازكى من هيك؟ والله عن جد قاعده هيك حاطه هيك بس عيونها ولابسه لينسز وقاعده هيك ما عم تحكي ولا كلمه. انا يعني مش خلاص ببطل قادر احكي انا بعد اللايف اللي بعمله من كتر ما ببرم، بعطيكم معلومات وفي ناس تستفيد. وشو طلعي 86 مشاهده، والله مش عارفه يعني شو بدنا نعمل. صباح النور يا فؤاد. جنان، حسب وزنك، إذا كنتي من الوزن الثقيل اللي فوق ال 85 90 كيلو بتقدر تاخدي 3 الصبح 3 الظهر، وإذا كنتي وسط تحت ال 85 تحت ال 80 حبتين الصبح حبة الظهر. مش عارفة أخترق اللايف بالتيك توك نوصل لأرقام أعلى، عشان بحس حالي إنه يعني بحكي كل هذا الحكي، خليه يوصل للناس أكثر. أهلاً يا أم راشد وأهلاً بالكويت. يمكن لازم المساء واحد يطلع لك، بس أنا بكون هلكانة. لا تشيلي هم ولا إشي، ابعتوا لي وأنا بنزل لكم إياهم. احضروا الفيديوهات رح تستفيدوا، بتنزلوا لحالكم، في كتير عنا حلول. جيبوا المنتجات اللي قلت لكم إياها، نشوف شو صار بالفايبرز، هاي الألياف هيك بتصير داخل معدتكم، فبتاخد جزء من المعدة وبتمنع ارتفاع السكر بدمكم. وليد حموري، شكرا شكرا شكرا. شكرا سلطان، وشكرا عبير. تحكوا معي على الرابط تحت اسمي على الصفحة الرئيسية على الواتساب تبعنا مباشرة،
ما بقدر احط رقمي هون عشان يعني كل ما احط الرقم بحضروا لي اللايف تبعي والفيديوهات بحضروا لي اياهم اسبوع تيك توك. ارقامي موجوده على الرابط تحت اسمي على الصفحه الرئيسيه مركز لبنى عبيدات، تضغطوا عليه. اذا مو عارفين روحوا على الفيسبوك تبعي. طبعا ريم هيني، انا هيني بدخل هيو 84 وداخلين. مو زعلانة. الموضوع مش بالكمية، الموضوع بالنوعية، وكلكم ما شاء الله عليكم بتجننوا. يعني 83 شخص كلهم رائعين وبعقدوا زيكم، ولا 2000 حكي فاضي؟ لا طبعا 83. الألياف هي الألياف اللي موجودة بالخضرة زي الملوخية، البامية، الفاصوليا، اللي هي النخالة، اللي هي جسمنا ما بمتصها وما بهضمها، هي بتمشي بأمعائكم بتطلع في soluble fibers في unsoluble fibers، وبتطلع لما نروح على الحمام. منعبي معدتنا بالألياف عشان صحة جهازنا الهضمي وعشان تنظيم معدلات السكر بالدم، وعشان منعبي معدتنا فمنحس بالشبع أكثر، بنظم ارتفاع معدلات السكر بالدم، جسمنا ما بيمتص منه أي إشي، فبيساعد على تبطيء كمان إخلاء المعدة والأمعاء من الأكل، نضلنا شبعانين أكثر، بنظم لنا سكر بالدم، فبيساعدنا بمشوار التخلص من السكري، مشوار المقاومة الإنسولين، تكيس المبايض، وبيساعدنا نروح على الحمام ما يصير معنا إمساك. لا الألياف ممتازة، حتى اللي بالصيدلية المفروض منيحة. كيف الأوميغا 3 والجينكو عملوا لك كوابيس يا مسافر؟ والله مش عارفة. شكرا نادي نادي سمارة. موجود بصفحتي بآي هيرب، هيك كبسولات سيليوم هاسك. خلصنا اللايف لليوم، برجع لكم بلايف قريبا. اتركوا اسئلتكم كلها عشان حضروهم للمره الجاي. اي حدا عنده اسئله؟ المقاومه دائما الاولويه للمقاومه، دائما اذا ما عندكم وقت اعملوا مقاومه.